مرحبا بكم الناس الكل في قناة إيمان زهرة مطبخ التونسي. اليوم إن شاء الله باش نحضروا مع بعضنا ملفوف تونسي بطريقة سهلة ومبسطة ويجينا بنين يعمل الكيف. المقادير كما تشوفوا لهنا بسيطة، واللي هي عندي تقريبا 450 غرام سميد رطب كما تشوفوا، هذا اللي يكون رطب جدا. عندي لهنا تقريبا 300 غرام فرينة، شوية ملح، وبطبيعة ماء دافي للعجن. بطبيعة تنجموا تعملوه سميد وفرينة كما تنجموا تعملوا فرينة صافي، وتنجموا زادة تعملوه سميد صافي. بسم الله في الصحفة متاعي باش نحط الفرينة والسميد، الملح، توا نبدا نزيد الماء ونعجن. بسم الله. العجينة وتلمت عندي، توا حطيتها على الرخامة وباش نعجنها 10 دقائق. بسم الله. لهنا العجينة تعجنت عندي مليح وارتابط، توا خديت طبق حطيت فيه شوية زيت نباتي وباش نبدأ نقسمها كويرات بالطريقة هذه. كما ريتو القوام تاعها طرية لكن ما تتلصقش في اليد، لازم نتحكموا فيها. توا باش نلفهم بالكدا في الزيت نباتي باش ما يلصقوليش، وخاصة باش ما يشيحوش. بعد نغطيهم بفيلم غذائي والا ساشي ولا حاجة، المهم ما لازمش يشيحوا، ونخليهم يرتاحوا اقل حاجة 40 دقيقة باش كيف نجيو نحلوهم نلقاهم يطوعونا. لهنا في نفس الصحفة خديت تقريبا 500 غرام فرينة القمح الكامل، باش نزيد عليهم لهنا شوية ملح وباش نعجنها. زادا كيف كيف حبيت نعمل هكا شوية ملفوف صحي ليا انا، للي يحب ياكل حاجة صحية، ونزيد نودكم بالطريقة واللي هي سهلة على الاخر، المهم يكون عندكم فرينة القمح الكامل. دونك لهنا كما قلت لكم 500 غرام، بسم الله، وباش نعجنها بالماء الدافي. هاكا للناس اللي تتبع في حمية والا تعمل في ريجيم، ما تحرمش رواحها وتنجم تعمل حويجه صحيه وتتبنن بالماكله التونسيه. وليت نشعر. دونك لهنا نزيد الماء ونعجن زاده كيف كيف تقريبا 10 دقائق لين ترطاب عندي العجينه، وبعد نقسمها ونلفها في شويه هكا زيت نباتي ونغطيها وتخمر، مش تخمر غير خميره، ونخليها ترتاح اقل حاجه 40 دقيقه باش تطوعنا في الحلان. نجيو توا لتحضير الاومليت نتاعنا. لهنا خديت راس بصل قصيتو، عندي لهنا شويه معدنوس، عندي جبن رابي، استعملت موتزاريلا. بالنسبه للكميه بالطبيعه نتوما وعدد افراد العائله بالطبيعه، وانتم وقتاش باش تعملوا ساندويتشات. ناخذ توا نبدا نكسر العظم، هذه الاخيره. بالنسبه للفاح لهنا باش نحط رشه فلفل اكحل وشويه ملح هكا هاو. الملح ما حبيتش نكثر زياده. هكا تكون حضرت عنا الاومليت نتاعنا. لهنا في المقله اللي باش نطيب فيها بطبيعه ماذا بيكم تكون مقله ما تلصقش، باش نحط بسم الله شويه زيت نباتي. بسم الله. ولهنا على نار متوسطه نبدا نطيبهم بالوحده بالوحده. نجمو طيبوها زادا اومليت كبيرة وبعديكا تقسموها كما تحبو. راه نجمو تغطوها باش في ساعة تطيب. لهنا نقلبها بالسياسة. بسم الله. وتوا نخرجها. الاومليت وكملنا طيبناها، توا باش نشارك معاكم نوع من انواع الصلصات اللي ديما نعملها في الساندويتشات. انا واحده من الناس بصراحه مستحيل نبدلها ونستغنى عليها، خاطرها بنينه بنينه على الاخر
يا جماعه تلمون بنينه اصلا تتاكل عشبع، وتنجموا تقولوا اللي هي بديل المايونيز، خاطر نحن في الدار ما ناكلوش المايونيز. دونك بالنسبه للناس اللي ما تحبش هكا المايونيز ولا تحب حاجه معناتها ما فيهاش العظم، بسم الله، يعني تنجموا تقولوا تنجموا معناتها تستعملوها. دونك لهنا خديت 3 ملاعق كريم فريش، نجمو تستعملو كريم فريش ايباس والا ليجير كيف كيف. لهنا عندي 3 طوابع جبن مثلثات هكا. لهنا باش نحط قدر مغرفة كبيرة كبار، غسلته مليح مليح من الملح نتاعو باش ما يتجيناش معتها مالحة. لهنا عندي زيت زيتونة، بسم الله، عينكم ميزانكم انتوما والكمية اللي باش تستعملوها. هنا عندي رشة فلفل أكحل، كما تعرفوا طويكة تكثر معناتها الساندويتشات والكل، ماذا بينا حاجة خفيفة، صدقوني من أروع الحاجات الصلصات اللي تنجموا تجربوها. هذا الميلونج بتاعنا كما تشوفوا، توا باش نزيدوا شوية ماء، بسم الله، ولهنا باش نرحي كل شيء بالخلاط الكهربائي، بسم الله. هذه الصلصه نتاعنا حضرت، باش نوريكم القوام نتاعها كما تشوفوا، وزيد كي نحطوها في الفريجيدير تزيد تتماسك اكثر. بطبيعه تنجموا تعملوا كميه كبيره تحطوها في حكه تسكروها مليح، بطبيعه الحكه تكون معقمه، وتنجموا تستحفظوا بها جمعه هكا تعملوا بها دي ساندويتش نتاعكم. صدقوني يا جماعه هذه في حد ذاتها بنة وحدها تتاكل عشبع، ياسر بنينه بالحق يا جماعه، جربوها ما تندموش اصلا تبنن الساندويتش. دونك باش نحطها لهنا في الفريجيدير، بسم الله. توا باش نبدا نطيب الفطاير، بديت لهنا باللي عملتها بالسميد وفرينه، وبعديكا باش نطيب اللي بفرينه القمح الكامل. دونك لهنا بالاستعانه بشويه زيت نباتي نحلها ونطيبها في الطاجين نتاع الفطاير والا الملاوي، بسم الله. طبعا نهزها بالسياسه نحطها في الطاجين، بسم الله. هي نطيبوها على نار قوية وديما نقلبوها باش تطيب على الوجهين وما تجيناش يابسة، سورتو خاطر إذا تجي يابسة بطبيعة ما نجموش نلفوها تتكسر لنا وتتنقض. دونك هاك علاش نطيبوها على نار قوية وديما تقلبوها. توا باش نخرجها بطبيعة ما نطيبوهاش برشا هكا فيها الفباركة، بسم الله بسم الله. طيب لهنا الثانية نزيد نشفيها مليح، كيسا نقلبها هكا، توا نخرجها، بسم الله. توا باش نطيب اللي فارين القمح الكامل، حليتها كيف كيف بنفس الطريقة، ونطيبها زادا كيف كيف بنفس الطريقة. وكل خبزة يا جماعة تطيب لازم تلفوها في منديلة وبعديك في ساشي باش ما تبردش، وخاصة باش متي بس تقعد طرية وتطوعكم بعديك في اللفين. حسيلو يدي محروقة مش منجمة نتحكم في الخبزة مليح، زي سروحكم كيف تبدأوا تطيبوها. وهكا تكون طابت عندي، نخرجها ونغطيها مليح. لهنا كيما تشوفوا حضر عندي كل شيء، توا باش نبدا نحشي كعبات الملفوف. بالنسبه للفحص هذه اللي باش نستعملها بالطبيعه الفحص اختياري. لهنا عندي تنجموا تستعملوا بطاطا مقليه، انا لهنا طيبتها في الفور بقل زيوت. هذه هي الصلصه اللي حضرتها معاكم، كيما تشوفوا لهنا كيفاش ولا القوام تاعها متماسك هكا كيف المايونيز بالضبط، لكن بالطبيعه صحيه وابن الف مره من المايونيز. هذه بالطبيعه اللي ما نستغناوش عليها الهريسه التونسيه. لهنا عندي تنجموا تستعملوا سلامي، انا باش نستعمل هذايا جامبون معناتها اللحم 100%. سبقت وريتولكم قبل من اعز الانواع اللي نحب نستعملها وما فيهوش اضافات. بالطبيعه هذه الاومليت، لهنا عندي سلطه، عندي فقوس، عندي سلطه مشويه هذه. لهنا بالطبيعه عندي الفطاير اللي حضرتها يا جماعه، حبيت نوريكم بالحق قديش هطريه وقديش هالطاوة وبنينه وريحتها فيها وحتعمل الكيف. هذه اللي عملتها بالسميد، هذه شوفوا لهنا كيفاش طريه بالرغم رمزوز خبزاته، وهذه اللي بفرينه القمح الكامل زادة كيف كيف طريه تعمل الكيف، بسم الله. توا باش نبدا باول وحده. لهنا اول حاجه ناخذ شويه هريسه تونسيه
بالطبيعة للي ما يحبش الحارة هكا عينكم ميزانكم تعرفوا تزيدوا والا تنقصوا. لهنا شوية من الصلصة اللي حضرتها، شوية سلطة مشوية، بسم الله، ونوزعهم. اللقطة الشهيرة هذه في معظم المحلات التونسية هي هذه البازة متاع برشا سانديتشات. توا باش ناخذ الأومليت قصيتها هكا باش تطوعني، بعديكا كيف نجي نلفها هكا. لهنا ناخذ من السلامي وإلا من جامبون بلوتو، هذا جامبون. لهنا فريت، لهنا شوية فقوس، وشوية سلطة وإلا خس. توا ناخذ من هنا هكا نلفها، نكبس مليح باش ما تتحليش. وماذا بيكم الساندويتش حاولوا ما تعبيهوش برشا باش كيف يتلف معناتها يتلف بالكدا. نسكروا الجناب، وهذا الملفوف نتاعنا حضر. حطوا لهنا عطبق. لهنا باش نعمل معكم واحد بفرينة القمح الكامل زادا كيف كيف نفس الفحص. ناخذ من الهريسة الحمراء التونسية صلصة، سلطة مشوية، نوزعهم، أومليت، الجمبون، الفريت، شوية فقوس، وشوية سلطة. أنا بصراحة يا جماعة ما نكذبش عليكم كنت نفضل إنه الخبزة تكون أكبر من هكايا باش حتى في تسكيرها نلقى راحتي، وحتى في التعمير متاعها نلقى راحتي. ما المقلة هذاك هو الكبر اللي عندي. دونك إذا عندكم أنتوما دي ديمونسيون مختلفين في المقلة ماذا بيكم تطيبوا في أكبر وحدة عندكم. هنا نسكرها مليح هنا وهكا. هذه تعبتنا الثانية حضرت، بسم الله. لهنا حبيت نحل معكم واحدة ونشوفوها من داخل، بسم الله. بالطبيعة للي يحط في الفحص فرماج غابي تنجموا ترجعوه للمقلة هكا باش يذوب، و باش يذوب شوية، بسم الله. هذا الملفوف نتاعنا، شوفوا بسم الله ما شاء الله. خليني نقرب لكم، شنو رايكم؟ عسيل وبنة تعمل 66 كيف، بسم الله ما شاء الله. وكلها حاجات صحية، وكلها معناتها حاجات منزلية، ديما حاجة الدار بصراحة لا يعلى عليها كما تشوفوا، تبارك الله وما شاء الله. دونك هذه هي كانت تبرتنا لليوم، خفيفة ظريفة، إن شاء الله يا ربي تكون عجبتكم. ما تنسوش تجربوها وتشاركوني تطبيقاتكم على جروب إيمان زهرات المطبخ التونسي، وإلا على الانستغرام كويزين إيمان تلقاو الرابط نتاعو في صندوق الوصف. ما تنسوش اللي عملت لكم زادة ملفوف بفرينة القمح الكامل، تنقص لكم واحدة تشوفوها من داخل. خليني نقربها لكم، شوفوا بسم الله ما شاء الله. هاكا بالنسبه للناس اللي تتبع في حميه والا ما تحبش حاجه العجين، هاكا تنجموا تستعملوا فرينه القمح الكامل، وما تحرموش رواحكم من البنه هذيا. ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم. بالطبيعه ما تنساوش تشجعوني باللي لايك والبارتاج، واللي زار القناه نتاعي لاول مره ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وضغط على الجرس باش ديما يوصلكم الجديده نتاعنا. توا ما بقى لي كنخليكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.